صباح الخير. النهارده بنكمل محاضرات الانترنال ميديسن في تخصص الروماتولوجي ان شاء الله لحبايبنا طلبه الاندر جراديت بكالوريوس الطب. طبعا القاعده العامه في كل تخصصات الميديسن فور ذا اندر جراديت، الموضوع الاساسي ان لازم يكون عندك سكيم. ليه بقى؟ عشان تعرف تحل المسائل. بادئ الموضوع، وده أصعب شيء في الروماتولوجي، هو إيه الأمراض اللي إحنا هنذاكرها أصلاً؟ يبقى ده سؤال. الإجابة إيه بقى يا دكتور؟ الإجابة كالآتي: إن دايماً شكوى مريض الروماتولوجي، وده يهمك في الأوسك ستيشن، عنوانين كبار: يا ترى جايب أرتيكولار مانيفستيشن، ولا الغالب عليه إكسترا أرتيكولار مانيفستيشن. لكن للأسف الشديد مريض الروماتولوجي بيجي ميكس ما بين الاثنين. لكن لتسهيل الاسكيم هقول لحضراتكم الآتي: أسأل نفسي سؤالي الأول، يا ترى المسألة دي أو الحالة في الأوسكي أو في العيادة مفاصل أكتر منها إكس أرتيكلا ولا العكس؟ يعني شكوى المريض مفاصل فقط وهبابة اكس ارتيكولار مانيفستيشن، احط الديفرنشال دايجنوزس اربع امراض: واحد روماتويد ارثرايتس، اثنين سيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروباس، ثلاثة كريستال انديوست، أربعة سيبتيك أرثرايتس. هنا الناس مبسوطة، يقول لك أربع أمراض بس، أقول لها أصبر. كل واحد من الأمراض هدول هو شيخ قبيلة تحت ورعين أخرى، مكانها هنا لأ، عشان ما اشغلش بالك بالكلام الكتير في الانترودكشن. طيب لو شكوى المريض إكس أرتيكلر، يعني عبارة عن مالتي سيستم ديزيز، وجاست يا دوب يعني المريض يقول لك عندي الم في المفاصل وليس بين وسويلنج، افكر في مين؟ على الوزن يا دكتور هتفكر في اربعه. شفت الحلاوه انت؟ اربعه ارتكل واربعه اكس ارتكل. مين اللي يحب بره المفاصل اكتر؟ سيستميك لوبس اريثروماتوزس، سكليروديرما، درماتوميوسايتس، فاسكولايتس. بطالب الاندر جرادويت يا دكتور بيذاكر روماتولوجي 8 عناوين كبار، بس خلي بالك الفت نظرك ان كل عنوان من الكبير تحتيه عناوين اخرى. طب دي اشرحها امتى؟ في كل درس على حده. انا بشرح الاسكيم يا دكتور. يبقى مريض الروماتولوجي بتشتكي من ايه يا عمي او يا ستي باعتبارها كومن في الفيميل؟ المفاصل اكتر اللي تعباكي؟ ايوه، احط اربعه ديفرنشال دايجنوز. ولا مالتي سيستم ديزيز وجاست ان في الم فقط في المفاصل؟ احط اربعه. طيب احنا عرفنا كده الامراض اللي احنا هنتكلم عليه، ما هو الاسكيم؟ يبدا بالاتي: اصعب عنوان هو الباثوجينيسيس، اثنين كلينيكال برزنتيشن، ثلاثه انفستيجيشن، اربعه تريتمنت. يا دكتور في ديفرنشال دايجنوس هتكلم عنه واحدة واحدة في الباثوجينيسيس يا دكتور، لأن ده صعب. طب أنا مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني الآتي. شوف يا سيدي، بتبدأ قصص الأوتومين ديزيز بأنتيجين نسميه في الأغنية الشهيرة غريب الدار عليا دار. عشان كده الأنتيجين شروطه ثلاثة، يهمك اثنين: يكون لارج موليكولار ويت يعني بروتين ان اتش، واثنين غريب يعني فورن عن جسمنا. كيف يتعامل الجسم مع وجود انتجين غريب؟ ناخد الانتجين ده لقسم الشرطه. عشان نعمل ايه يا دكتور؟ نزع الاعتراف ان هو راجل مجرم. نزع الاعتراف يعني ايه؟ يعني الانتيجين ده مكون من ثلاث اشياء:
واحدة منهم البروتين، دي أهم واحدة. فلما يدخل جوه الخلية اللي هي قسم الشرطة نسميها antigen presenting cell من اسمها. بص بص، هتعمل processing للانتيجين وتعمل له presentation. processing يعني ايه؟ يعني تنتزع البروتين بارت وتكسره لصورة امينو اسيد. طب وبعدين؟ يبقى الانتيجين دخل الانتيجين بريزنتنج سيل. انتيجين بريزنتنج سيل تعمل ايه؟ تعمل حاجتين، بروسيسنج وبرزنتيشن. يعني كسرنا البروتين الى امينو اسيد. طب الهدف ايه يا دكتور؟ ان احنا نعرضه على النيابه. بالله عليك، اذا عندك ضيف في البيت وبتقدم له مشروب، اكل، اي شيء، لازم يكون على طبق كده، وتقول له ايه يا دكتور؟ بالدارج هنا في العرب اسمه كده، تقول له هلا. هلا والله ومرحبا. ما هو الهلا؟ بروتين بيتم تصنيعه جوه السيتوبلازم، ويطلع على السطح يا دكتور محمل بمين؟ بالامينو اسيد، اللي هو ابن مين؟ جزء من الانتيجين. تهت مين انت؟ البروتين بارت يا دكتور ده لما يدخل جسمك نعتبره انتيجين باعتباره لارج موليكولر ويت. تاخد الانتيجين بريزنتنج سيل تكسره وتعرضه، كرم العرب، تعرضه على مين يا دكتور؟ اسمه هلا والله ومرحبا. طب وبعدين؟ وبعدين في هذه المرحله التي سيل يا دكتور، التي سيل اللي احنا بنسميها النيابه، تقول يا جماعه الخير هذا الانتيجين اللي انتوا عارضينه علينا ده ولد مسكين. طيب بطريقة أخرى، أي ضيف عندك يا دكتور هتقدم له شاهي بس؟ لا، أمال تعمل إيه؟ إضافة في الكرم يا دكتور نقول كده الكبسة تجمعنا، يبقى في باثوي من الجنب كده اسمه كوستيميليشن باثوي، كوستيميولاتري باثوي. شاطر، برافو عليك. يبقى لما اسالك ما هي شروط الاستيميليشن للتي سيل يا دكتور؟ شرطين، عرض الانتيجين على الطبق اللي اسمه هلا والله ومرحبا، ووجود الكوستيميليشن باثوي. طب وبعدين؟ بعد هذه المرحله ما تحصل يحصل الاتي، عنوانين كبار مالكش دعوه بالتفاصيل. الاول اسمه ريليس اوف سايتو كاينز. يهمك مين؟ انترليوكين 1، انترليوكين 6، انترليوكين او تي ان اف الفا، انا اسف، انترليوكين 17. وبعدين يحصل استيميليشن للبي سيل، تقوم تكبر تتحول لبلازما سيلز، دي بتولد سرابيط، سرابيطها اسمهم اميونوجلوبولينز، انتي بوديز، يعني تمسك في الانتيجين ويسرحها في السيركيليشن، يعمل حاجه اسمها اميون كومبلكس. الباثوجينيسيس تاني، الانتيجين يدخل جسم الانسان، تستلمه الانتيجين بريزنتنج سيل تكسره وتعرضه تحت عنوان هلا والله ومرحبا. هل هذا كافي للاستيميليشن للتي سيل؟ لا، لابد من كوستيميليشن باث واي. برافو عليك، يا سلام. لما تحصل هذه المرحلة release of cytokines ثم stimulation للبي سيل، للطالب الشاطر، للطالب الشاطر اللي يبغى الزيتونة ويجيب من الآخر، نقول كل الباثوجينيسيس 2 و2. 2 يعني عملنا stimulation للانتيجين presenting سيل اللي بدورها عرضت الانتيجين على التي سيل، ثم حصل حاجتين، release of cytokines و stimulation للبي سيل. سامع صوت بيقول لي هو انا ههجم فرداني؟ اقول لك لا. فطالب يقول لي ما اهميه هذا الكلام؟ اهميه هذا الكلام يا دكتور في جزء التريتمنت، عشان تفهم بس ان الكلام مش للحفظ وخلاص. بمعنى ايه؟ انا اقول لك عالج المرض الفلاني، تقول لي والله ما عندي خبر. بمعنى امنع ان الانتيجين اساسا
يؤكل بالانتيجين بريزنتنج سيل ليست عليك. اثنين، امنع عرضه على الهالة ليست عليك. امال ايه يا دكتور؟ بس قال لك شوف يا دكتور، وقف الكوستيميليشن باث واي بدواء اسمه في الام سي كيو اباتا سبت. اباتا سبت ميكانيزم اوف اكشن يوقف الكوستيميليشن باث واي. اثنين اثنين يا دكتور، طب ما تيجي نمنع تكاثر خليه الانتيجين بريزنتنج او التي سيل او البي سيل. نمنعهم بايه يا دكتور؟ ادويه اسمهم كونفنشنال ديمارد. برافو عليك. اللي هم مين يعني؟ نقسمهم ثلاثه وثلاثه. الثلاثه المهمين اليوم الام تي اكس ميثوتريكسات سلفاسالازين ليفلوناميد، والثلاثه الثانيين محجوزين بعدين. او تضيف مواد تعمل انهبيشن للانترليوكين 1 او تنهبت انترليوكين 6 او تنهبت التي ان اف الفا او تنهبت حبيبنا ال 17 او تموت البي سيل يا دكتور بدواء اسمه ريتوكس مان. يا سلام عليك. طب ما تكتبهم كده، امنع الكوستيميليشن باث واي انه يشتغل، امنع الديفيجن لهذه الخلايا بالكونفنشنال ديمارد، امنع الريليز اوف سايتوكاين او الاكشن بتاعها، اموت البي سيل بالريتوكسيمان بح خلاص. نروح للكلينيكال برزنتيشن. شوف حبيبي، كل امراض الروماتولوجي عنوانين كبار. مدخل المساله شوف شوف شوف، في ميل اكتر من الميل ما عدا مرضين مهمين لطالب الاندر جرادويت، الجاوت والانكلوزنج سبوندلايتس. طب الست دي هتشتكي من ايه؟ من عنوانين كبار يا دكتور مهمين في الاوسكي، ارتكولار مانيفستيشن، وبعد كده اكسترا ارتكولار مانيفستيشن. اللي بيذاكر الاسكيم بيحصل على 80% من الدرجه. ارتكولار مانيفستيشن يا دكتور لها تحشيشه اسمها 3 ديز. يعني اسال المريض او المريضه ديسكريبشن ديستريبيوشن، ده مهم في الهيستوري، ثم في ديفورميتي ولا لا. طب ما تفصل شويه، يعني ايه ديسكريبشن يا دكتور؟ يعني اللي جايب المريض شوف شوف شوف، بين فقط ولا بين زائد سويلنج؟ لو بين فقط يا دكتور يسموه ارثرالجيا رالجيا، لكن بين وسويلنج ولوس اوف فانكشن يسموها ارثرايتس. شاطر. وبعدين ترسم رسمه والمريض قدامك او المريضه، ادي البيشنت اهو. عندنا المفاصل يا دكتور يا اما في الاكزيال سكيلتون، يعني نيك بين مثلا او باك بين، ولا يد ورجل ونسميه كده اكزيال ولا بريفرال ولا الاثنين. ثانيه واحده هديك مثال. رقم اثنين، number of the affected joints، هل هو مونو ولا اوليجو ارثرايتس ولا بولي ارثرايتس، سمول ولا لارج ولا بوث يا دكتور؟ سمول يعني ايش؟ يعني joints of the hand، لارج زي الهيب والني والشولدر. النقطة الثانية يا دكتور، يمين زي يسار، presence of symmetry، ثم حصل تشوهات في المفاصل ولا لا. اديني مثال يا دكتور. مثال articular manifestation of rheumatoid. حبيبي عليك، اول حاجه ترى الديسكريبشن، arthritis ولا arthralgia؟ arthritis. تاخد axial ولا peripheral؟ الروماتويد تحب البريفرال يا دكتور، لكن بتعمل حاجه مهمه في الام سي كيو اسمها اطلانتو axial subluxation. برافو عليك. عدد المفاصل تحب الكثير، الله يكتر، بولي arthritis. سمول ولارج يا دكتور، بس تحب السمول اكتر، وسيمتريكال، ثم بريزنس اوف ديفورميتي. بح خلاص بح خلاص يا حبيبي، لن استطرد في شرح في الـ في الـ في الاسكيم. الاسكيم ده للحفظ يا دكتور. اكس ارتكلر يعني ناس بتمشي من فوق لتحت يا دكتور،
وناس بتمشي بحاجات اسمها سيمبل وحاجات اسمها اجريسيف. والحسن الحظ دول اربعه ودول اربعه. سيمبل من كلمه ايه؟ مسرحيه فارس وبني خيبان. ايه فارس دي؟ شوف يا دكتور، تسال المريض معاك فيفر يا عمي وجنرال كونستيتيوشنال مانيفستيشن اللي هي كلمه فاهم اللي انتوا عارفينها، ثم ارثرايتس اهي، فهنا هتكون ارثرالجيا. الار يا دكتور راش اند رينولدز، وبعدين الاس سيروسايتس، ثم الاجريسيف. يا دكتور بص بص بص، تضرب السي ان اس يا دكتور يسموها سيريبرايتس، اللنج يا دكتور نسميها نيومونايتس، والهارت كارديتس، واخيرا نيفرايتس. بح خلاص، اديني مساله يا دكتور. مريض عنده مرض اسمه سيستميك لوبس اريثروماتوزس، من اسمه يحب المفاصل ولا بره المفاصل؟ يحب خارج المفاصل، فقد ياتي بسمبل او اجريسيف ديزيز. فيرد علي طالب يقول لي ده كل امراض الروماتولوجي شبه بعض، ارد عليه واقول له والله ما عندك سلفة. ليه؟ لان بكتب الاسكيم يا دكتور لمن يعلم، لازم تكتب عليه كده. شوف يا دكتور، شوف تكتب الجمله الشهيره دي وتحفظها، اسمها بص بص، الرجل تدب مكان ما تحب، يعني تحت عنوان تاني، هلا باللي يخلي الخافج يهلي. يعني مو كل شخص قلبك سيرتجف له الا اللي انت بتحبه بس. بمعنى اللوبس تحب مين؟ اكس ارتكلر مانيفستيشن. سيستميك سكيروس تحب مين؟ اكس ارتكلر مانيفستيشن. لكن على فكره الناس فيما يعشقون مزاج، لن استطرد في شرح الديتيلز. انفستيجيشن يا دكتور، شوف حبيبي، اي انفستيجيشن في الروماتولوجي عنوانين، وهديك الاسكيم عشان تخلص. جنرال انفستيجيشن وسبيشال انفستيجيشن. ايه جنرال دي؟ اسمها لاب وراديولوجي. اكتب انت اللاب اللي انت تحبه هنا كده، سي بي سي، اس ار، سي ار بي، ليفر، رينال، يورين، وستو. راديولوجي اكس راي، ماسكوسكيتال، الترا ساوند، ام ار اي. اكس راي ليه يا دكتور؟ مش عارف، ده مفصل ملتهب لازم اصوره. طب المفصل اما تصورها هيهمك في ايه؟ اهو المفصل محاط بمين يا دكتور؟ بسوفت تيشو. يبقى هل في سوفت تيشو سويلنج ولا لا؟ اثنين، تطلع العظم ده يا دكتور، في حاجه من اثنين، متاكل ولا زياده؟ لان الامراض في الروماتولوجي يا تاكل يا تبني. رقم ثلاثه، اخبار الكارتليج ايه يا دكتور؟ بعرفه منين؟ نارو جوينت سبيس. بح خلاص. سبيشال يا دكتور حبيبي، انتي بوديز، ساينوفيال فلويد، ثم بايوبسي على حسب، زي لوبس نفرايتس لن تشخص الا بالبايوبسي. طيب ازاي تعالج مريض عنده روماتولوجيكال ديس اوردر؟ قول لي قديمه يا دكتور. ايوه، خلي بالك ان امراض الروماتولوجي دايما لازم نغني لها كده، سيبنا القماص اللي بيسعد، لانها مش اي امراض يا دكتور. شوف شوف، ادي الانتيجين اهو، راح للانتيجين بريزنتنج سيل، تعمل حاجتين، بروسيسنج وبريزنتيشن. على مين؟ على هلا والله ومرحبا. هل هذا يكفي للاستيميليشن للتي سيل يا دكتور؟ انا اسف، لابد من كو ستيميليشن باث واي. عملنا استيميليشن لخليتين وعملنا خطوتين، ريليز اوف سايتو كاينز، يا سلام عليك، وبعدين البي سيل تكبر وتروح المدرسه تتحول لحاجه اسمها بلازما سيلز. عالج كده يا سيدي، يلا اكتب علاجك يا حبيبي، شاطر، برافو عليك. نمنع الكوستيميليشن باث واي في الام سي كيوب، ده اسمه اباتا سبت. نمنع السيل ديفيجن، حاجه اسمها كونفنشنال ديماردز، يا سلام عليك. نمنع السيتوكاينز، نريح البي سيل يا دكتور، صح كده؟
باقي لنا نقطتين يا دكتور في العلاج. شوف يا سيدي، دور الكورتيكوستيرويد في الروماتولوجي. النقطة الثانية دي لازم أشرحها ببساطة، يعني دي خلية وعليها ريسبتور. الخلية دي ولتكن التي سيل، ريليز اوف ايش يا دكتور؟ بتطلع سايتوكاينز. دي اسمها النتيجة النهائية. بس هنا السؤال، كيف يتم تصنيع السيتوكاين هنا؟ عن طريق الدي ان اي يا دكتور. بيحصل ميسنجر ار ان اي يروح للريبوزومز، تصنع السيتوكاينز باعتبارها بروتين. برضو دي نتيجة نهائية. مين يا دكتور بيحمل الإشارة من الستيمولس للنيوكليوس؟ حاجة اسمها، شوف يا دكتور، سيجنال ترانس ديوسر اسمه جاك ستات باثواي. يبقى تمنع جاك ستات، تمنع الجاك ستات ده، واسمه توفا سيتينيب، باراسيتينيب، اوبا ايه، اوبا سيتينيب. بح خلاص. يبقى خلاصه العلاج يا دكتور، خليك معايا كده. بص حبيبي، رقم واحد دور الكورتيكوستيرويد، اثنين دي مارتس الناس كبرت صح، وقسمناهم لكونفنشنال دي مارت وتارجتد سينثيتك والبيولوجيكال دي مارت. كونفنشنال 3 و3 تارجتد بتي حتى توفاسيتينيب. بيولوجيكال دي مارت يا دكتور يا تريح السيتوكاينز يا تضرب البي سيل. روماتولوجي بح خلاص. شكرا لحضراتكم.